احنا باقين معاكم في مراكش تحت الشتاء تحت الرعداء وبدات كتنقط علينا بدا صافي السقف اللي مصوبين صافي تا هو رشا احنا الشتاء باقي كنتسناو فيك شتي يكون ليك يكون ليك يقول لي اخويا راه ما كنتش معطل في لاكورس كنت معطل في كونفيرونس دو بريس ابري لا لا با سوسي با بروبليم اخويا اليوم انت عارف فوالا بون توكا برافو اخويا بون برافو على قبل تو في ان تروك انورم كمان ستة لي بوزيسيون كويستيون اكزاكت اكزاكت حمد تو ديماري 14 تو فيني 8ام سكي انورم بزاف جدا برافو اخويا برافو ميرسي ميرسي الحمد لله بحال شفتي البارح ميرسي تي بون تو فدو و برافو عليك ميرسي سي فري كون سوفي لي موبل الحمد لله باسكو البارح درنا واحد اون ايغور افيك لي كاليف دونك باش تديماري 14 قلت هاد النهار غادي نفيق غادي نحاول ننسى تورني لا باج حيت نقول ولكن في الديبارت فكرت عاوتاني قلت ويلي 13 طوموبيل قبلتي كيندير اه سي سا 13 22 دوره اه 22 دوره اكزاكت exactly. و سي با ان سيركوي تو بو دوبلي دونك اه باسكو حيت بدلوا هاد العام هذا دونك تبدل دونك ولا انت لو سول ا دوبلي كاع فهاد دو سيركوي دابري لو رابور لي دارو ديال لو تيم وي دونك الحمد لله الحمد لله كون قلت لي البارح غادي تكمل في التوب 10 وغادي تربح في دبليو في تي سي سي تروفي اللي انا غادي فيه بروميير في الشامبيون وي كون سينيت البارح دونك الحمد لله جو سي كو le public aussi hier n'était pas très content parce que chafouni tana ma farhanch hier 14e hadi ma c'est pas une position de départ les radi tkoun fiha chi espoir kbir mais alhamdoulillah had nhar bhayt achouf le podium alhamdoulillah farhna jmeaa w ma farhanch parce que toujours premier au niveau du championnat mondial au niveau du exact c'est ça toujours premier toujours alhamdoulillah premier toujours premier OK c'est une bonne chose après bhayt achouf les trois premières courses tamkemlou fihom deuxième ou premier en Hongrie ouais Donc c'est clair que les attentes كانوا كبار هنا في مراكش مني انا الاول ولكن الحمد لله نتعلموا من لي زيرور ديالنا درنا واحد ليغور في الكاليف البارح ا كوز دو سا بدينا 14 ا كوز دو شانجمون دو ريغلاج كوز ريغلاج شوف انا كنتفكر العام اللي فات حيت حنايا ايتراديو جات السيركوي مولاي الحسن من الاول اي با لاني ديرنيغ سيتي بير عقلتي العام اللي فات اكزاكت وي وي جو رابيل الحمد لله دو ميوز اون ميو دو ميوز اون ميو العام اللي داز كنا الله يحفظ درنا ان اكسيدون اي لا فواتور كاريمون ديترويت البارح العام اللي داز الحمد لله هذا العام ميو ديجا اون فيني لي دو كورس اون مارك بوكو دو بوين وي سكي ا نوتي سي كون مارك بوكو دو بوين وي ايوا زعما الحمد لله ما فرحانش باسكو كون تو في اون فيكتوار اون هونغري تي انفي دو ريستي في لا ميم كونتينيتي مي مازال شامبيون دو موند طويل و ومازال ان شاء الله لي زوتر كورس وبحيث نقول لي سبيكتاتور الحمد لله يتبعونا زعما تشكرهم بزاف انت ما سمعتيش لامبيونس لا ما سمعتش دابا داكشي علاش وانا في الطوموبيل ما بقاش في الحاله عرفتي علاش كو مو جيتي لابا يا في لامبيونس فاش كدوز انت اون لامبيونس دو مالاد فاش كدوز انت واحد شي بحال قلتي شي بيت ماركه المنتخب فهمتي هاك كدوز 22 مره وما كيديروها بارك الله يبارك فيك اخويا ميرسي ميرسي كلشي ميرسي انورميمون راهما اللي تعطوني الانرجي هما اللي تعطوني الانرجي ميرسي 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 او باسكو صبروا مع الشتاء وي سي وي شتا ما كملوا الشتاء اي الشتاء سا شانج كوا في النيفو دو لا كورس با لافونتاج الشتاء سي كسي ان بو لو بيلوتاج كي في لا ديفيرونس وي اي الحمد لله جي ايمي باسكو جيتي دون لي بلو رابيد جي غاني 6 بوزيسيون جي دوبلي انورميمون دو بيلوت نوتامون توم كورونيل اللي كان لي لعب معايا على الشامبيون Donc j'ai pu le doubler, j'ai doublé plusieurs voitures et j'ai pris un gap quand même. Alhamdoulillah, ça c'est des conditions liées à ma moule de chez moi, mais bhal li rebht f la Hongrie général premier f chta. Wlit nqol chta aziza aliya daba. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme chta mzina le medibna lek, comme chta mzina leh, je jure, j'ai chta gatqalt ataawnou mzian. Khoya bon courage et bonne chance. Merci beaucoup de sfirat al medibna li. Ah ouais, on est là, nous on est là, nous on est là. Souri radio, hna maakoum, hna maakoum, khoya hna maak, Allah yaawnou bon courage et on va remercier tous les pilotes marocains, tous les autres pilotes qui ont participé aux autres compétitions. تبارك الله عليهم الله يكملهم بالخير اي ميرسي ا طول مو جو فري ريميرسي لو ستاف لي خدام ماشي يا ستاف ديال راديو مي اوسي لي ستاف ديال الاخرين الناس هما تشوا هما الناس يخدموا الماكله اللي نظموا اللي زول اللي حطوا اللي قادوا هادشي شكرا لكم حنا باقيين معكم ولا حتى جاتونا شي حاجه نسيقوا نكرطوا جفوا ما كاين حتى مشكل حنا باقيين حنا معاكم انا ما كاين حتى مشكل خويا بون كوراج سي كوا لو بروشين ايتاب لا بروشين ايتاب سي الغران بري دالمان ان شاء الله نوربرغرينغ امتى دون دو سيمين دون دو سيمين كوراج اخويا كوراج ميرسي ا توني فير دو تو Merci. Ça merci à toi. هذا هو اهم كلام اللي تنسمع الحمد لله باسكو ديتي عطيني الانرجي pour le championnat du monde. وحنا تنتنافسوا مع هاد لي بيلوت هاد لي champions du monde وغادي الحمد لله راه محمرين الوجه الحمد لله باسكو اون اي بروميير في نوت championnat. On est arrivé 3e au championnat du monde. Donc c'est quelque chose الحمد لله اللي غادي تنحلموا ولكن تتحقق هاد الحلم. انا سمعت شويه دقه كاين اللي هاد السبور غادي 1 4 6 5 ما كاش كيتيق فيه كاع.
قال لك هادشي غيديروا غير 3 سنين وغادي يسالي وغادي يجمعوا و نو او كونترير سا افونس هي دي شوز كي سون في لو سيركوي تبدل هان سا سي نورمال سي سا سي تري بون شوز دونك سي با مال سي تري تري بيان دونك سا فون تي تا بيتي بي بور توا مدي بناني بشوي بشوي اخويا هادشي اللي كاين باسكو اي ساجي دو توا دو تيم دو لا فواتور دي ريغلاج بوكو دو شوز الشتا دو هذاك اي هاد لا كورس باش واخا ما حجباتنيش بزاف على لو ريزولتا في تشوف على فان لو ريزولتا سور بابيي ولكن c'est contrairement aux autres courses parce que quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes les gens mettent échouche avec la course et tout. Ouais. Et là c'était vraiment une aventure parce que tskarfna les qualifs, la course kulchi arfin tnabda 14e, il faut remonter, علاش parce que les réglages de qualifs n'étaient pas bons par rapport à l'adhérence du sol. C'est bien aussi que les gens en vivent ça comme une histoire parce que chaque fois que tu as un podium, tu as la coupe, j'ai gagné, j'ai à la fin tu dis mais à la fin il n'y a pas une histoire. Ils ne vont pas comprendre vraiment les gens, les Karablek, les Barini Fahmoud Adriyad. Ouais, c'est vrai. Là, ils vont bien comprendre. Ce week-end, c'était vraiment, on va dire, un petit résumé d'une vraie aventure qu'on a vécue live dans notre pays. Et voilà. Et wa khoya, courage. Merci, Momo. Mazel, 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 bidaye, mazel, mazel. Shukra Mehdi Bennani, merci beaucoup. Merci. Shukra alikoum. Khalikoum maintenant à la Hit Radio.